عمي عادي 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 لك عادي هاتي طب اسمي ايه؟ انت عادي لي بتعرفي له ادهم عبد الرحمن ما ايه؟ اي بعرفه هو مريض بالطلياني ايه يعني ما بتعرفي غير هيك؟ ما في شي تاني تعرفي عنه يعني؟ مثل شو يعني؟ شو قصته مثلا؟ ليش كان مشينه؟ ليش؟ ما بعرف عمي ايوه هلا اول شي تقولي هذا الصورة هذا هو اي هذا هو طب الفرنساوي ليش هيك مشدد عليه كتير؟ شو السبب؟ حراسة وغير حراسة؟ لا والله ما بعرف ولا سمعتي هيك طرطيش هناح هناح بالمستشفى عن قصته عن حكايته يعني حكوا حكي عادي هيك بس عمي شبه يعني هو ليش هيك بالصورة طالع؟ عمي هذا قطعيد رجله ولا لا عمتي إن شاء الله يا ليش هيك انخضيتي؟ لا والله ما في شيء ما في شيء أمي 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 رح يغسل وشك روحي أمي روحي روحي اشربي الشاي اشربي الشاي سوعد هاي البنت غيها كتير مسكينة حكى عليها عنا حمزة وقت شغلوها بالمستشفى ما تحملت لا جوف الدم ولا شاش ولا غير شاش ما بتقدر يغمى عليها دغري على طول تفرط اي والله شغلوها لفاية الله يعيننا ويعينا البرقي اي والله يلا يلا مساء الخير اهلين مساء النور اهلين يا عمو شو يا بي؟ شو قصة الجريدة قايمة القيامة بالحارة؟ حط من ايدك الجريدة اللي روح تهي مشاكلك واسوانك ايه احسن لك اه دري هلا انت هذا اللي همك بس دري يعني دري قولي بدك شي خالتي انا رايحة سلامة قلبي لا تطولي رسمية ان شاء الله ان شاء الله شو وين راحت مرت عمي؟ عندها شغلة ضرورية قال بالمستشفى خير إن شاء الله سكي مرت عمي خلي عني اللي أنا بطلع عنك لك بنتي تركيني عم بتسلى شوي تركيني عم بتحكي قول قول قول